ولك تعي لهون ولأيمتى أنا بدي ضلني ناطر؟ صار لي 5 سنين ناطرك وما كنتي تحبلي. طيب أنا شو طالب يدي يا فارس؟ ولا يريد رب العالمين؟ باين شغلتك طويلة وأنا ما خرج استنى. شو قصدك؟ ضبي أغراضك بوشك عبيت أهلك. يلا أنت طالع وبالثلاثة. وأنا شو ذنبي إذا الله ما كرمني بولد؟ الشغلة بإيدي؟ لا والله مو بإيدك، بإيد رب العالمين. ما بكفي صار لي 5 سنين متحملة بخله وعايشة معه بالذلة والقلة، شوفوا بيطلقني. صدقيني هو الخسران وإنتي الكسبانة. كسبانة؟ يا عمي أنا خسرت كل شيء، خسرت دراستي بالجامعة وهلا أصفيت لا شغل ولا وظيفة ولا جوز ولا ولد. طولي بالك وخلي إيمانك بالله كبير، وأكيد الله رح يعوض صبرك بعد كل هالسنين. هيك آخرتك يا مرام، عم تفتلي من محل لمحل وما حد عم يرضى يشغلك. الله لا يسامحك يا فارس. يا رب دخيلك، يا رب توقف معي ولا تتركني، مالي غيرك يا رب، انت بتعوضني عن كل صبر هالسنين. يا رب فرج علي بحسنة امي وابي العجايز. طيب يعني انت شو السبب انك ما كفيتي بمجال دراستك؟ اللي له علاقه باداره الاعمال، ادمنستريشن، بانكينج؟ بصراحه جوزي ما خلاني اكمل دراسه. بفهم هي القصص كثير منيح. طيب وهلا؟ هلا انفصلنا ومشان هيك انا عم دور على شغل. معناتها بتعتبري حالك هلا موظفة عنا بال بهي الشركة ورح نكسبك اكيد بجروب العمل. شكرا كثير لك استاذ. العفو. بالاذن. اذنك معك. الأستاذ فيصل كثير مبسوط من شغلي وبده يزود لي الراتب ويساويني مديرة العلاقات العامة، وهذا كله شو؟ شو؟ دعويك يا مو ألف مبروك إن شاء الله لك. شفتي يا بنتي كيف ربك عوضك كل هالسنين بعد كل هالسنين؟ لك لا تقنطوا من رحمة الله. تقبري بعيد الشر. الله يخلي لي إياك يا رب ويشفي لبابا. آمين يا رب آمين. خلصنا بقى، شو هالمشاعر المهترية؟ شو صار بالي لنجي؟ يلا حنزل طعميكي ماشي؟ يلا يلا. مرام أنا كثير معجب بتعاطيكي بالشغل وبأسلوب تفانيكي فيه وبطريقة تعاملك مع الزباين. أنا عن جد فخور فيكي. شكرا كثير لك أستاذ، وإن شاء الله هيك بضل عند حسن ظنك. أنا متأكد من هذا الشيء. بصراحة مرام أنا حابب أخذ رأيك بموضوع خاص شوي. تفضل أستاذ. أنا حابب أحط حد لحياة العزوبية واستقر. أكيد أستاذ هذا حقك الطبيعي وما في أحلى من الاستقرار. مشان هيك أنا الفترة الماضية كنت عم دور فيها على بنت الحلال اللي أنا ممكن استقر معها وتكون حدا داعم لي. حلو كتير، يعني أنا بتمنى لك التوفيق وبتمنى أنك تلاقي هي البنت اللي عم تدور عليها اللي بتستاهلك عن جد. أنا لقيت هي البنت يا مرام. هي البنت هي أنتي. أنت البنت اللي أنا مقرر كفي بقية حياتي معها.
لك انت وين كنتي مختفيه؟ قولي يعني رب العالمين ليش ما عرفني عليك؟ انا حياتي كلها تفرقت، صرت احس انه صار لها معنى، صار لها طعم، لك صار لها لون. حياه عيونك وانا كمان الدنيا صارت حلوه بعيوني، صارت تستاهل اني اعيشك لحظه بلحظتي. خلاص ما في حدا بالشارع. إن شاء الله ألف مبروك خطبتك من فيصل، جوازة الدهر إن شاء الله. آمين يا أمي، الله يسمع منك ويبارك فيك يا رب. عن جد هالزلمة ما في منه. آخ يا أمي لو تشوفي طقم الألماس اللي وصالي عليه، شي بياخد ضبنات العقل. الحمد لله يا رب، الحمد لله اللي الله جبر خاطرك. الله يسعدك ويهنيكي، يسعدك ويهنيكي ويخلي لي إياكي. تقبري. أمي ما بقى بدي أسمع ولا كلمة بهالموضوع، روح من هون. ما في لك يا بنتي، نحنا مانا حابين ننتقل على جوزي. لك شو هالحكي هاد؟ أصلاً جوزي كتير مبسوط فيكن وبيزعل إذا رحتوا. طيب إذا هو هيك بده رح نبقى. الله يخلي لي إياكي يا أمي، أصلاً أنتوا بركتنا. الله يسعدكن ويهنيكن وتقومي بالسلامة وتفرحي بولاد ولادكن. هاي فيصل عم يتصل، أشوف شو بده. ألو؟ يا حبيبي ماما وبابا مناح الحمد لله بيسلموا عليك. ايه ولادك كتير عم يعزموني هلكوني، ما عم يهدوا بنوب. طيب بأمرك. اوكي حبيبي، يلا يلا يلا، الله معك. هذا فيصل بعت غراض رايح اجيبه. تفضل يا فارس. انت شو عم تعمل هون؟ انت اللي شو عم تعمل هون؟ انا صاحبت هذا البيت، مرته لفيصل. ولمعلوماتك مرام اللي طلقتها لانه ما جابت لك اولاد هلا حامل بيتهم صبيان. افتح ايدك.